صباح الخير، بدي احكي شغلي لو بدها تطلع تقيلي شوي. ما هالشي، في ناس بتنزل على الفيسبوك صور وفيديوهات لطاولات عم تتغدى عم تتعشى تتبقط، بيعرضوا لي القريدس، بيعرضوا لي الاسماك، وبيعرضوا لي الصفد واللحم النيء والمشاوي وما الى ذلك. انه مش انه مثلا بيتصوروا صورة ببين مثلا حدهم الاكل وكذا، لا، انه مثلا بيلقط فيديو بصير يصور لك شو في على الطاولة. انه ما عم بفهم يعني، وخصوص الناس اللي اللبنانيين اللي عايشين برا يعني اللي قادرين، انه ما بفهم شو المقصود منها الفكرة يعني، انه هي تزريك يعني. مش عارفين انتو الناس شو هي وضع اليوم يعني؟ صدقوني يعني، ما اذا ما بتعرفوا انا بخبركم يعني. يعني احسن ناس عم تأنن بأكلها اليوم، بلا خريانات وبهلناتكم على القلب. تركون هودي صاروا وراكم، او انطروا لترجع برك اذا الله راد بتتحسن الوضعيه والازمه بتروح، وبنرجع كلنا سوا بنصير فينا ناكل نفس الاكل. عيب عليكم يا جماعه، والله العظيم عيب.